طبعا أسوأ حاجة إن أنت تنزل من بيتك الصبح أو في أي وقت تلاقي كاوتش العربية يعني على الأرض بالمنظر ده، منظر صعب جدا. لكن مع إنكو الواحد بيستم يعني حاجة جميلة جدا. هنشغل وهنشغل مع بعض الستوب ووتش دلوقتي ونشوف هيرفع الكاوتش من على الأرض خالص ولا في كريك ولا أي حاجة، من على الأرض للنسبة بتاعته اللي هي 30 بار هيرفعها في قد إيه. خلينا نشوف مع الفيديو. عندي تجربة خاصة بالمنتج اللي موجود على موقع اوكازيون وتصويرنا على الطبيعة، الفيديو كامل من غير مونتاج والستوب ووتش اكيد واضحة لحضراتكم، ما اتفصلتش والفيديو ما اتفصلش ولا تقصوا لاي حاجة زي ما هو اهو، والعداد بالثواني هنشوف هيرفع في قد ايه. رابط الشراء بتاع المنتج ده هتلاقيه اسفل الفيديو تحت في التعليقات، والتجربة قبل الاستلام على موقع اوكازيون.com.